عليكم اخواتي، اليوم عدنا لكم موضوع جديد يخص التعليم في تونس، يخص الاساتذه اللي ديما مقرفين وما مهمتهمش في مصالح التلميذ، والمديريه زيد كيف كيف يحبوا على الزياده، والتلميذ متشرد يجي من اخر جبل باش يقرا، يجي ما يقولوا ما فماش قرايه وضربات وهم ومشاكل. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنه خدمه في ثانوي، بتقول لي اقف. ما عندوش قدرة التلميذ باش ينجم يعيش هذه المواقف هذه الكل، باش تشوفوا لنا حل معاكم، خلينا نتلموا خيين الكل والمساجيات نوصلوا باش نعرفوا برشا حلول في وسط التعليم هذا، وباش نبين لكم اليوم كيفاش يعيش التلميذ التونسي. لا لا حل هذا والله. عاجبك الوضع صاحبي بالله؟ ايه بالله، توا كيفاش توا؟ توا السادة عاملين ضربات. تو باش نعمل؟ تو انا يوميا ماشي جاي ما نقراش، ماشي جاي ما نقراش، الواحد يغيب يعملولك وعلاش غبت؟ لا نسكن هكا في اخر الدنيا. ايه هذه بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ والله الطلبات كل يوم ما يحبوش يقروا، لو حبوا يتعدونا للدفارات لا شيء، وما فهمنا شيء. نحن من القرايه نمشوا كل يوم ونجوا لما فما شيء، نحن زويب ولا ما عدناش نخسروا في الفلوس هكاك، وبياتنا شاقي علينا تعب علينا، شنو هو الحل نحن في الوضع هذا؟ بلا يا رفيق اعطينا حل، يا رب يعطينا حل. انت ماك مبطل ومجرب، انت بطلت ارتحت منها القرايه، احنا ماذا بينا نحبوا نقروا باش نوصلوا. خويا تقرا باش بهجت؟ نعم. وما؟ نعم يا اختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقف. طب حد فيك وكلمها بقى، بلاش انا اكلمها. شنو وصلوا؟ خويا تقرا مش تقرا، مش تطلع استاذ الضربيات في الاخر يرحم والديك. ايه هذيك مش تطلع ذي ري تونس تورا ماهيش تقري. ايه هذي مش تطلع انت في جلمة ولا في تونس ولا في اي بلاصة، لازمك تطلع كيما انا كي ما انا ما يقروكش تبقى كي صعب. علاش بطلت نواد من الناس؟ نشكو ما عنديش امكانية باش نقرا. نتعب علينا بوياتنا وبعد ما نوصلوا لشيء والله بالرسمي والله نقروا نقروا. اك ساعات العباد كلها ماخذة شهادة وراكدة في الدار، ولا سيادة اللي تقري هاي ماهيش تقري، نضربيات ولا فما شيء. صاحبي ذاك اجري على الدنيا يا اخي، تطلع لنا نحن هي اللي تجري علينا ونحن راكدين على بلاصة. اسمعش ادي نعطيك الصحيح صاحبي، ما يدوم لك شيء غير قرايتك. في بالي ما يدوم لك شيء غير قرايتك. مثلا كيفك انت صاحبي، كيفك انت تو اما الواحد اسمعني، كيفك انت تجي من 7000 كيلومتر باش توصل لهنا باش تقرا، وتجي يقولك ما فماش قرايه، يقروك ساعه من زمان ويمشوا لارواحهم. الاساتذه متغشه دارك الاخرى حتى السيق على سيق محمره كيما هيك، وهي تحكي مع الاستاذ عطرا شنيا عطرا شنيا. هي عايز ايه؟ عايز بالظبط تطين ايه؟ عايز مني ايه؟ طلب خير وتبدا تحكي له. المدير مش عاطي حتى مسؤوليه. المدير تكلم فيه مرته على العشاء، ومره لوبيا ومره مقرونه بالصوص. هي قرايتكم صح؟ باهي نحن تو ما ريت النهار من حشتنا بيك رسمين انت نهار من النهارات متلقى يجي يقروكم في درس زوجتي سوف تطيب الليله لوبيا. سميتي ما تبدو تقرا كيف هيك والله يا مقصوره. لا وراهم ما تعطيش الغلطه كلها في الاسياد الظاهره، فما وبيهم وعليهم بالطبيعه. فما بنيت اصلا ماهيش جايه تقرا. ليش تنحى؟ المكياج تنحى هما في المكياج مش هما في الغطاء. هذاك اللي ثم تحب تمشي بيها، اما نحن حبينا نفهم اش معناها القرايه هذه. ماهيش قرايه خاطر هذه، لا انا جبناك بحذانا باش تعطينا حل. انت كي بطلت شنو عملت في حياتك؟ هاك جو كبير تو خير منا انا. يعني ايش خير منك يا معلم؟ عندي بطو المدارس باظت يا جدعان. لا حرام لانه فيها يوفا، وصي ولدك ما دام احنا بيدي ذيوبا، خلينا طريق الهجره
بابا.